ونفذ الجيش الإسرائيلي مشاهدين إذن غارة على بلدة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك بعد تحذير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة أكس سكان منطقة الحدث وبرج البراجنة والشياح في ضاحية بيروت الجنوبية الابتعاد عن مبان محددة تمت الإشارة إليها عبر خارطة، حيث قال إن تلك المباني التي ستستهدفها الطائرات الإسرائيلية تحتوي على مصالح ومنشآت تابعة لحزب الله. الإنذار يأتي بعد تصعيد كبير أمس في مناطق ضاحية بيروت وسلسلة غارات وصفت بغير المسبوقة على مناطق عدة من بينها مدينة صور الجنوبية، والتي تعد معقلا لحركة أمل التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري غدا الإعلان عن أن المقترح الأمريكي لوقف الحرب هو قيد الدراسة، حيث شنت المقاتلات الإسرائيلية يوم السبت غارات عنيفة طالت عددا من المباني في الغبيري وحارة حريك والحدث والجاموس. وفي الجنوب تركزت الغارات على صور والنبطية ومرج عيون وبنت جبال، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة على حي اللبونة في عرب صليم أودت بحياة 7 أشخاص، وألقى الطيران الحربي بالونات حرارية فوق الزارية، كما تعرض مجرى نهر الليطاني لقصف مدفعي عنقودي. أما في البقاع فتعرضت بلدة زلايا وأطراف بلدة لبايا للقصف دون وقوع إصابات. We'll be right back.
إذن مشاهدينا، من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية نعود لتنضم إلينا الصحفية في قناة الحدث جوني فخري. جوني، إذن نتابع معك أي تطور أو جديد، أنت حصلت على أي معلومات جديدة حول المكان المستهدف في منطقة الحدث من قبل الجيش الإسرائيلي؟ نعم، كما ذكرنا في الرسالة السابقة، المكان المستهدف في منطقة الحدث هي مبنى سكني قريب من مستشفى السان جورج وأيضا لكنيسة في منطقة الحدث. ورد في التحذير الصباحي الذي صدر عن الجيش الإسرائيلي باستهدافه إلى جانب منطقتي برج البراجنة والشياح. أيضا يبدو أن غارة تحذيرية سقطت على منطقة الشياح، وبطبيعة الحال هي غارة تسقط على أو تحد المكان المستهدف لتأتي بعدها الغارة العنيفة بعد دقائق. كما تشاهدون، لا تزال أعمدة الدخان حتى الآن تتصاعد من المكان المستهدف، وهو قريب جدا من المكان الذي نتواجد فيه في منطقة الحدد. هذا المكان أريد أن أوضح بأنه الأقرب إلى منطقة الحدد ذات الغالبية المسيحية. هذه المنطقة الحدد هي مختلطة، جزء منها من في الضاحية الجنوبية وهو من ذات الغالبية الشيعية، والجزء الآخر هو ذات الغالبية المسيحية. المكان المستهدف اليوم هو لجهة المنطقة المسيحية، يعني نستخدم هذه التعابير للتوضيح للمشاهدين. حقيقة المكان المستهدف هو قريب جدا من المنطقة ذات الغالبية المسيحية، لذلك ما إن صدر التحذير صباحا وهو كان بطبيعة الحال في ساعات باكرة جدا، تم قرع أجراس الكنائس في هذه المنطقة التي نتواجد فيها للطلب من السكان بضرورة الإخلاء فورا لأنها قريبة جدا. أيضا رصدنا حركة سير في المناطق في داخل الأحياء هذه المنطقة، لأن السكان كانوا يهمون بالإخلاء سريعا لأن مكان الاستهداف قريب جدا من هذه المنطقة، منطقة الحدد ذات الغالبية المسيحية. الغارة كانت عنيفة جدا، بدأت بغارة تحذيرية وهي بطبيعة الحال تسقط من الطيران المسير وهو يحدد فيها الهدف الذي يرصده، ثم تأتي بعد دقائق الغارة العنيفة. وبالفعل كانت عنيفة جدا، وصل صداها إلى خارج العاصمة بيروت، وحتى الروائح المنبعثة من المكان المستهدف بالغارة تغطي سماء الضاحية، وطبعا وصلت إلى خارج العاصمة بيروت. جوني، إذن يبقى منطقة برج منطقة الحدث تكررت فيها غارات إسرائيلية سابقة، وبطبيعة الحال أغلب ساكنيها نزحوا منها، لكن ماذا عن المنطقة التي ذكرتها الآن؟ هي أيضا في الحدث لكن قريبة من المنطقة التي يسكنها المسيحيون، هل تضم عدد سكان كبير أم أيضا أغلب ساكنيها قد نزحوا؟ هي على عكس المنطقة الحدد ذات الغالبية الشيعية، هناك اعتقدنا أن هناك غارة الآن، ولكن يبدو أن ليست غارة. كنت أقول أن هذه المنطقة التي نتواجد فيها هي منطقة الحدد ذات الغالبية المسيحية، بعض سكانها خرجوا أو توجهوا إلى مناطق أكثر أمانا لأنها بطبيعة الحال قريبة جدا على منطقة الضاحية الجنوبية، تفصلها بضعة الأمتار. لكن على عكس منطقة الحدد هي يوجد فيها سكان، ولكن عددهم ليس بالكثير. الآن مع صدور هذا التحذير خرج عدد كبير منهم إلى مناطق قريبة إلى حين انتهاء الغارات، رصدنا بعض منهم حتى خرج إلى أسطح المباني إلى حين انتهاء هذه الغارة على منطقة الحدد. بطبيعة الحال منطقة الحدد في الضاحية الجنوبية هي تأخذ النصيب الأكبر من الغارات في الفترة الأخيرة. كل تحذير تقريبا يصدر عن الجيش الإسرائيلي ترد منطقة الحدث فيه، وهي تتعرض بشكل مكثف لغارات أيضا. لكن اللافت بهذه التحذيرات التي تصدر منذ بداية هذا الأسبوع حتى الآن أنها تستهدف عمق الضاحية الجنوبية، تحديدا مناطق مثل الشياح، الطيوني، وبئر العبد، والغبيري. هذه مناطق كانت إلى حد ما تستهدف، ولكن ليس بوتيرة كبيرة في الضاحية الجنوبية.
أيضا أمر لافت بالاستهداف لمنطقة الشياح، أو حسب ما ورد في التحذير أنه قريب من منطقة عين الرماني، أيضا هي المنطقة الملاصقة لمنطقة الشياح وهي ذات الغالبية المسيحية. الوقت جوني بين الحين والآخر، جوني الوقت بالعادة بين تحذير الجيش الإسرائيلي بإخلاء هذه المناطق قبل قصفها، هل هو كاف لمن بقي من ساكني هذه المناطق بإخلائها؟ هو عادة عندما يصدر التحذير بالإخلاء بعد قرابة نصف ساعة أو 40 دقيقة تبدأ العملية أو تبدأ الغارات، لذلك نسمع إطلاق رصاص كثيف للطلب من هم بقوا لا يزالون في الضاحية بضرورة الإخلاء. نسمع أصوات سيارات تقود بسرعة عند بدء التحذيرات، أصوات أيضا الدراجات النارية، هم يبتعدون عن المكان المستهدف أقله 500 متر كما يأتي في التحذير، ثم يعود بعض منهم إلى منازلهم، وهم بطبيعة الحال أعداد قليلة جدا في الضاحية الجنوبية، هم فقط يبقون لحراسة منازلهم أو ممن رفضوا ترك ممتلكاتهم في الضاحية، نتحدث عن أعداد قليلة ليست بكبيرة، لذلك يكون التحذير قبل نصف ساعة، يتسنى لهم في هذا الوقت الابتعاد إلى حين انتهاء جولة العنف. الضاحية الجنوبية هذا الأسبوع تشهد غارات مكثفة، التحذيرات لم تعد تقتصر على فترة الليل كما اعتاد اللبنانيون، هي باتت صباحا ومساء وظهرا وبعد الظهر تلت الساعات، وهذا طبعا قرأه اللبنانيون بأنه مؤشر خطير ربما إلى ما يجري في كواليس المفاوضات السياسية لناحية وقف أطلاق النار، البعض رآه ضغط بالنار على المفاوضات السياسية التي تجري. إذن نحن الآن نترقب، إذن غارة جديدة جوني مباشرة نتابعها على الشاشة. غارة إسرائيلية جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء لمن بقي لساكنيها. صحيح، هي الغارة على منطقة الشياح كما ذكرنا، هي بعيدة عن الشياح إلى حد ما، ولكن كما تم رصدها من جهة أخرى من الكاميرا ربما كما ترون هي الآن الغارة، تبقى منطقة برج البراجنة وهي بطبيعة الحال أمامنا ويمكن رصدها، لذلك نترقب بين الحين والآخر هذه الغارة على منطقة برج البراجنة. الشياح كما ذكرنا هي في عمق الضاحية الجنوبية، دخلت في دائرة الاستهدافات في هذا الأسبوع، الغارات عليها تكون عنيفة جدا، وهي منطقة لا تزال مأهولة بالسكان، كان سكانها رفضوا الخروج منها باعتبار أنها لم تكن ضمن دائرة الغارات، لذلك لا تزال مأهولة، ولكن اليوم مع دخولها في دائرة الاستهدافات لسيما هذا الأسبوع باتت لم تعد من الأماكن الآمنة في الضاحية الجنوبية. طيب، الطيران المسير لا يزال بما يحلق على علو منخفض جدا فوقنا. بما أن أغلب سكان الشياح ما يزالون متواجدين فيها، حركة النزوح كيف تكون؟ هل تكون يعني بشكل يمكن القول منتظم فوضوي بكون أن هناك عدد كبير من السكان ما يزالون في هذه المنطقة؟ طبعا بحسب الفيديوهات التي نرصدها وما يصلنا من تلك المنطقة عملية النزوح لا تكون منظمة، كل من حتى نرى سكان يسيرون على الأقدام على الطرقات هربا من الغارات قبل أن تحدث، لذلك هم بهذه التحذيرات وبعملية إطلاق النار التي تحصل في الضاحية يتم إخطارهم بضرورة الإخلاء فورا. نرصد عائلات بأكملها وأطفال تسير على الطرقات خلال أو
بعد صدور التحذيرات أيضا لا تكون منظمة بطبيعة الحال، لا يأتي أي أحد من الجهات الرسمية أو يخبر السكان بضرورة الإخلاء، هم فقط وللأسف ينتظرون التحذيرات التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي بتحديد الأماكن، لذلك يبدأون بإخلاء الأماكن المستهدفة إلى حين الانتهاء من الغارات. طبعا السكان في الشياح يتوجهون إلى منطقة عين الرماني القريبة من منطقة الشياح، وهي معروفة بأنها ذات الغالبية المسيحية، لذلك هذا الإنذار هذا الصباح لمنطقة الشياح هو قريب جدا من منطقة العين الرماني، وهي المرة الأولى يمكن القول بأن تستهدف هذه المنطقة تحديدا القريبة من منطقة عين الرماني. كما ذكرنا في الرسالة الأولى صباحا، التحذيرات اليوم مختلفة عن باقي التحذيرات لناحية قربها من المناطق الحدودية على الضاحية الجنوبية ذات الغالبية المسيحية. طيب. التحذير الأول الذي طال منطقة الحدد وأيضا الشياح بانتظار الآن برج البراجنة. طيب، إذن حتى الآن تم استهداف منطقتين من المناطق التي حذر الجيش الإسرائيلي عبر منشوراته قبل قليل باستهدافها، بقت فقط منطقة برج البراجنة، تم استهداف منطقة الحدث والشياح. الإنذارات الإسرائيلية غالبا تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي. في حال كان السكان نائمون في وقت الصباح الباكر جوني، أو لا توجد خدمة الكهرباء لمعرفة هذه التحذيرات الإسرائيلية، كيف تخبر عائلة الأخرى؟ كيف يتم تعميم هذا الإنذار على جميع من بقي من ساكني هذه المناطق؟ لذلك ظاهرة اطلاق الرصاص بشكل كثيف تأتي بعد صدور الانذارات. في ساعات المساء مثلا كان هناك اطلاق النار من قبل ساكني المناطق، فقط للتوضيح. صحيح. نعم. من قبل من تبقوا في الضاحية الجنوبية. نعم. سكان رفضوا الخروج، أو ربما عائلاتهم باتت من النازحين، ولكن الأب أو الابن بقيوا في منازلهم. يتم إطلاق الرصاص بشكل كثيف، لذلك مع كل صدور إنذار يحصل هذا الأمر، حتى أنه يتم استخدام نوع من الرصاص الذي يترافق مع باللون الأحمر الذي يعطي ضوء أحمر. نعم. خصوصا في ساعات المساء الليل لإخطار الناس بضرورة الابتعاد والإخلاء فورا، لأن هناك تحذيرات. وسيلة إطلاق النار باتت تقليدية في الضاحية الجنوبية مع كل إنذار. عندما نكون نحن نغطي على مشارف الضاحية، عندما نسمع بإطلاق النيران نعلم فورا أن هناك تحذيرات صدرت عن الجيش الإسرائيلي. يكون إطلاق النار أو الرصاص بشكل كثيف جدا لإخبار الناس بضرورة الإخلاء. نعم. وعند ساعات المساء تحديدا يتم استخدام نوع رصاص أو معروف بالخطاط، وهو يترافق مع بالونات باللون الأحمر أو نوع من إشارات حمراء لمن لم يسمع بأن يرى هذا النوع من الرصاص بضرورة الإخلاء فورا. شكرا جزيلا لك جوني، سنتابع معك أي تطور أو جديد تباعا حتى اللحظة من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية. صحفية في قناة الحدث جوني فخري، شكرا جزيلا. أيضا في أخبارنا مشاهدينا، توقعت هيئة البث الإسرائيلية حصول تقدم كبير بشأن محادثات وقف إطلاق النار في لبنان الأسبوع المقبل. متحدثة عن زيارة محتملة بل متحدثة عن زيارة محتملة للموفد الأمريكي أموس هوكشتاين إلى تل أبيب يوم الأربعاء بعد مروره بلبنان، حيث رجح إعلام محلي أن يصله يوم الثلاثاء. وكانت مصادر دبلوماسية ذكرت أن تعديلات لبنانية حول المقترح الأمريكي وصلت إلى واشنطن، وهي بمثابة رد أولي قدمه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وهي تشكل أرضية لمسار التفاوض المفتوح على قاعدة تطبيق القرار الدولي 1701.
كشفت مصادر سياسية لبنانية للحدث عن توافق بالشكل على المقترح الأمريكي مع التحفظ عن بعض التفاصيل غير الواضحة. أكدت أن تعامل لبنان حتى اللحظة إيجابي مع المقترح لسحب ذريعة مواصلة التصعيد من إسرائيل. كما اعتبرت المصادر أن رد لبنان المتوقع خلال أيام على المقترح لا يعني وقف الحرب، بل أن ما يهم هو الرد الإسرائيلي عليها، حيث سيكون المقترح الأمريكي بداية لمسار طويل من التفاوض. وفيما يبقى الانتظار سيد الموقف والرهان على الساعات المقبلة والصيغة التي يحملها هوكشتاين في جعبته خلال الزيارة المرتقبة إلى بيروت، نقلت وسائل الإعلام اللبنانية عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قوله إنه متفائل ولكن بحذر بالنسبة لنجاح المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار. وبحسب المصادر فإن بري قال إن الأسبوع المقبل سيكون أسبوعا حاسما ليبنى على الشيء مقتضاه. المصادر نفسها نقلت عن رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي أن هناك جهدا جديا يبذل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. إذا مشاهدينا، انتظار في واشنطن لرد بيروت على مقترح لوقف الحرب، وتل أبيب تلتزم الصمت منتظرة هي الأخرى معرفة جواب بيروت، لكنها تضغط بالنار. حفلة تصعيد عسكري إسرائيلي وصفت بالجنونية طالت ضاحية بيروت الجنوبية وصور والبقاع وغير منطقة في الجنوب. عشرات الغارات المتلاحقة التدميرية شبهت باجتياح جوي قياسي تزامنت مع تصعيد كبير في توسيع محاور الاشتباكات ومحاولات التقدم والتوغل الإسرائيلي جنوبا. إذن ضغط ناري تمارسه إسرائيل، التي تحدث إعلامها الرسمي عن قرار حكومي وصفه بالحازم يقضي بشن غارات في جميع أنحاء لبنان كل ساعتين. وفي خلال جولة له في بلدة كفر كيلا جنوبي لبنان، تعهد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية بمواصلة القتال والتقدم إلى الأمام والهجوم في العمق وإلحاق ضرر كبير بحزب الله. ولكن على وقع كل هذا سجل تطور دبلوماسي تمثل في كشف هيئة البث الإسرائيلية عن زيارة محتملة للمبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إلى إسرائيل يوم الأربعاء المقبل بعد زيارة إلى لبنان. وقبيل مجيئه إلى لبنان، من المرتقب أن يكون لبنان قد أرسل جوابه الرسمي على المقترح إلى واشنطن، علما أن مصادر صحفية لفتت إلى رفض لبنان بعض البنود، ومن أبرزها توسيع آلية مراقبة التزام الفرقاء بالقرار 1701. وهنا يشكك مطلعون أن تسلك الأمور طريق الإنجاز، باعتبار أن إسرائيل تنتظر جواب لبنان لفرض مزيد من الشروط المرفوضة لبنانيا. إذن تطورات دبلوماسية وأخرى ميدانية وكلها مفتوحة، وما من ضمانات بنهاية الحرب قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 يناير المقبل. وهذه مشاهدينا نتابع وإياكم غارة إسرائيلية ثالثة على ضاحية بيروت الجنوبية. إذن حتى الآن نفذ الجيش الإسرائيلي الغارات الثلاث، الذي حذر عبر منشورات قبل قليل باستهدافها. إذن كانت هناك غارة على منطقة الشياح ومنطقة الحدث. لا نعلم حتى الآن إن كانت هذه الغارة على منطقة برج البراجنة كما حذر الجيش الإسرائيلي أم لا. إذن سنتابع معكم أي تفصيلات جديدة حول هذه الغارة الجديدة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.
ومعنا من بيروت ينضم أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي. دكتور خالد أهلا بك معنا. هل التصعيد الميداني العسكري الحالي سواء كان من إسرائيل أم من حزب الله ليقول كل طرف للآخر أوقفت إطلاق النار بالنار إن نفذ المقترح الأمريكي، أم هناك أسباب أخرى برأيك؟ صباح الخير لك وللمشاهدين والفريق العامل. طبعاً عملية التصعيد تهدف بالنهاية إلى الحصول على شروط جديدة لكل طرف من الأطراف، لأن كل طرف يحاول تنفيذ الوجهة الذي يريد تبنيها. يعني حزب الله يصر على تنفيذ 17-01 ولكن مجوف من داخله دون التعرض إلى النقاط الأخرى. وكان لاريجاني جاء إلى لبنان ليشدد على أن التفاوض يجب أن يكون ليس بوقف إطلاق النار وإنما بتصعيد ناري للحصول على تثبيت 17-01. أما إسرائيل التي ترى في الهامش المعطى لها من الولايات المتحدة بظل غياب رئيس فعلي للبيت الأبيض هي تصر على تنفيذ 15-59 في تجريد حزب الله من سلاحه وضرب بنيته العسكرية ومزيد من الضغط الشعبي في البيئة على الحكومة. لكن الحكومة لا تزال تتأرجح، لا تزال يعني غير واضحة في عملية فقط تبني تنفيذ القرار 17-01. ولكن المشكلة الفعلية هي بآلية تنفيذ القرار وكيفية تنفيذ هذا القرار وتعاطي حزب الله أيضا. دكتور خالد، كيف سيتعاطى حزب الله مع تنفيذ القرار؟ هل سيكتفي فقط بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني أم يمكن أن يقبل بتسليم سلاحه للدولة؟ هو يقبل بالانسحاب وإيران تقول بأنها تقبل بالانسحاب لأن تجويف القرار من داخله يعيد الكرة من جديد ويسمح بإعادة التسليح وبإعادة الانتشار وبالضغط، وهذا ما يسعى إليه يعني المفاوض الإيراني باعتبار أن إعادة هيكلية حزب الله هي ورقة رابحة لإيران لأن حزب الله هو رأس الحرب الفعلية وتاج الدرة الإيرانية. لذلك التفريط بهذه الورقة هو يعني شيء من الجنون. لكن العوامل التي تفرض اليوم تتطلب من الإيراني. دكتور خالد أعذرني على المقاطعة نستمع وإياكم مشاهدينا إلى أجراس الكنائس تقرع تحذيرا لسكان هذه المناطق، أتوقع منطقة الحدث التي في الجانب التي يسكنها غالبية مسيحية بإخلائها. قبل قليل أيضا ذكرت الصحفية جوني ديب أن أجراس الكنائس كانت تقرع إنذارا للسكان بإخلاء هذه المنطقة. المشاهد المباشرة إذن هذه المشاهد المباشرة نتابعها على الشاشة يمينا ويسارا مشاهدينا للضاحية الجنوبية لبيروت بعد الغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الدقائق الماضية بعد تحذيراته لسكان ثلاث مناطق في الضاحية الجنوبية، الحدث، برج البراجنة والشياح، بضرورة إخلاء من بقي من ساكنها قبل استهدافها. أعود إلى حضرتك مرة أخرى دكتور خالد، ما هي أبرز النقاط التي يمكن للبنان أن يعدل عليها في بنود المقترح الأمريكي من وجهة نظرك؟
يعني يجب أن أشير إلى نقطة، أن هذه سابقة وحادثة عندما تتعرض أو تطالب إسرائيل بتهديد الضاحية الشمالية لبيروت، وهو الخط الفاصل الذي يسمى طريق بيروت طريق صيدا بيروت الساحل، والذي يفصل بين الضاحيتين. الحدث هي البلدة الرئيسية، ولكن الحدث الضواحي هي الذي تتعرض لضربات. لذلك هنا يبدأ الحديث ابتداء من الحدث الشويفات حتى كنيسة مرم خايل. هذه مناطق مسيحية اليوم في أغلبية سكانها، وهي هادية للمناطق المسيحية، لكن بحال التعرض لها يعني أن الإسرائيلي يحاول الضغط الفعلي على البيئة اللبنانية كاملة بما فيها العنصر المسيحي للوقوف بوجه الحالة التي يعاني منها لبنان. وهذه حالة سابقة، وهذا استخدام جديد في عملية الضغط. أما النقاط التي يمكن الورقة أن تطرقت لها سابقا حسب الإعلام، أن لبنان رفض جملة وتفصيلا توسيع الآلية التي تراقب عمل القوات الدولية. النقطة الثانية بأن لبنان رفض فعليا البنود، يعني أراد أن يقول أن هذه البنود يجب صياغتها بما تتعلق بالموضوع أو بما السيادة اللبنانية. لكن هو في العكس كله، من كل هذه الورقة وكل هذه الاختلافات، هو الشق المتعلق بآلية تنفيذ 1701 وليس 1701، لأن القرار الدولي تم اتخاذه ولا يمكن النقاش فيه، لكن يمكن تطبيقه، وهذا هو سر الخلاف، لأن التطبيق يراد ليس كما هو مذكور في النص، إنما يراد تطبيقه فقط ضمن آلية لبنان يخترعها بطريقة توازي ما بين التراضي مع الأمريكان وما بين إرضاء إيران، وهذا شيء لا يمكن أن يحصل. وهنا سر الضغط الإسرائيلي، لأن إسرائيل تعلم جيدا أن هناك غير ثقة بما يصدره لبنان، لذلك هي تصعب شروطها لأنها بالأساس تريد أن تنفذ ما تريده. وليس دكتور خالد، استهداف صور والشياح، هل يمكن اعتبارها رسالة لنبيه بري بالوقت الذي يدرس فيه المقترح الأمريكي لما لهذه المنطقتين صلة به؟ يعني ممكن هنا أن نقول أنها رسائل، لكن بالنهاية هذه مناطق بيئة حاضنة للثنائي الشيعي، وبالتالي إسرائيل تعمل على الإيلام لهذه البيئة وليس فقط على توجيه رسائل. وهنا على الرئيس بري أن يعلم جيدا أن الموافقة على الشروط والبنود هو لصالح لبنان، لصالح المناطق، وأن التريث بانتظار الأخذ الموافقة الإيرانية للحصول على مكاسب سيؤدي بالنهاية إلى تدفيع المناطق اللبنانية والبيئة الحاضنة ولبنان ثمنا غاليا، لأن إيران تعتبر لبنان مكانا وليس دولة ذات سيادة. وهذا ما قلته، بأن إذا الدولة اللبنانية لم تتخذ قرارات فعليا حاسمة وتناقش على قاعدة السيادة وعلى قاعدة أن هذا القرار يجب هي أن تنفذه وأن تستغل العلاقة العربية والأوروبية وحتى الأمريكية الطامحة إلى وقف الحرب في لبنان، سيبقى هذا تستطيع دكتور؟ تستطيع الحكومة اللبنانية أن تتخذ هكذا قرارات بمن أن عن التدخل والقرار الإيراني؟ فقط نستمع دكتور قبل الإجابة إلى صوت إطلاق النار، وهي تحذيرات على ما يبدو من سكان المناطق التي حذر الجيش الإسرائيلي من استهدافها. إذن رشقات إطلاق النار من بعض المناطق في الضاحية الجنوبية، ربما هي تحذيراً للسكان للاستماع إلى رشقات الصاروخ إطلاق النار للخروج
من تلك المناطق. أعود إلى حضرتك مرة أخرى دكتور خالد، كنت قد سألتك هل تستطيع الحكومة اللبنانية أن تتخذ قرارات بمنأى عن التدخل الإيراني؟ يعني إذا الحكومة اللبنانية واقعة تحت الوصاية الإيرانية وأن المبعوث السامي إلى لبنان هو الذي سيقرر بالتفاوض عن لبنان، هذا يعني بأن السكوت علامة الرضا، لكن أخذ المواقف الذي تستطيع هذه الحكومة وهذه المعارضة وهذه البيئة بأن الحالة الطبيعية للبنان هي المحافظة على سيادته وليس أن يكون صندوقاً بارداً. كيف يعني تتخذ مواقف دكتور؟ ما هي المواقف التي يمكن أن تتخذها بمنأى عن تدخل حزب الله أو إيران؟ يعني حزب الله اليوم يأخذ قرار من خلال الوصايا التي فرضت عليه بسبب ضرب قياداته العسكرية والسياسية، واليوم نرى المبعوثين الساميين إلى لبنان، وكان آخرهم لاريجاني الذي جاء إلى لبنان، ولا أحد يعرف أصلا سبب الزيارة الذي بررها يريد التحدث أو معرفة الأزمة اللبنانية عن قرب، بالوقت الذي تعتبر هذه رسالة من المرشد اللبناني للصمود والموافقة. طيب، فقط لكن دكتور خالد، جزء من الحكومة اللبنانية هو لحزب الله وحركة أمل، كيف يمكن أن تتخذ الحكومة إذن قرارات بعيدة عن التدخل الإيراني أو تدخل حزب الله؟ كيف يمكن ذلك؟ يعني شاهدنا خلال الفترة الشهرين كيف كانت تتصاعد الأصوات الرافضة للتدخل الإيراني، وكان موقف الرئيس ميقاتي حتى لو كان متوقفا كيف رفض الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط مقابلة المبعوثين الإيرانيين بما فيهم علي لاريجاني، كيف أوقف الوفد الإيراني في المطار وكان هناك جنرالا عسكريا اتخذ قرارا جريئا بتفتيش الوفد كما حال الآخرين. إذن هناك موقف عندما يرفع صوته في العالم يسمع له ويبدأ بالتراجع الإيراني، وما شاهدنا كالبياف الذي ذهب إلى فرنسا لعقد صفقة مع ماكرون بأنه يستطيع أن يفاوض عن لبنان، من ردع كالبياف عن هذه الصفقة هو الصوت اللبناني المعترض، لذلك حاولت إيران. نحن نتحدث عن الدور الإيراني، يوم أمس كانت هناك تصريحات إيرانية بأن إيران تدعم أي قرار يخرج من لبنان بشأن تنفيذ القرار 1701، لكن من جانب آخر إيران ستستمر في دعم المقاومة. لماذا برأيك لم يصدر أي تصريح من الجانب اللبناني، من الحكومة اللبنانية تحديدا، بخصوص هذا التصريح الإيراني؟ يعني الإيراني كما وقفت وقلت في السابق، إيران تناضل من أجل تثبيت 1701 بوقف إطلاق نار فعلي في لبنان على قاعدة تجويف القرار وعدم إيجاد آلية فعلية لتنفيذ هذا القرار. يعني بالصورة هي مع القرارات لكن بالمضمون هي تريد أن تنفذ ما تريده، لذلك كان القرار الإيراني واضح، هي تدعم تنفيذ القرار 1701 لكن هي في المقابل تدعم دور حزب الله وهي تثق بهذا الدور وهي مساندة له. يعني هي تريد بنفس الوقت أن لا يتحول حزب الله إلى حزب سياسي يمارس دوره الذي يمارسه في الحكومة وفي البرلمان. هي تريد من حزب الله أن يبقى دولة في داخل الدولة ينفذ ما تريده إيران عندما تريد ابتزاز الولايات المتحدة بإطلاق هذه الصليات الصاروخية لتقول أنها لا تزال موجودة في لبنان وهي تفاوض، بالوقت الذي يعاني لبنان من تدمير في الشريط الحدودي، من توغل، من قصف استمراري، من تدمير في المناطق، وإيران لا تزال تريد أن تقول أن صواريخها تصل إلى حيفا، لذلك هي قادرة بالدفاع عن نفسها وليس عن لبنان. دكتور خالد،
إذن هنا نعود للتركيز على ذات النقطة المهمة. هناك نية لبنانية بتنفيذ القرار 1701، لكن ماذا عن الإمكانيات؟ هل هي متوفرة فعلا لتنفيذ لبنان هذا القرار؟ هذا القرار صيغ في 2006، وهو ليس قرارا جديدا، هو قرار من داخل الأمم المتحدة بقرار دولي من مجلس الأمن، وبالتالي هذا القرار لا يمكن التحدث به عن قاعدة أنه يمكن أو لا يمكن. هذا القرار تم خرقه من الجانب الإسرائيلي، من جانب حزب الله، من جانب الأمم المتحدة نفسها التي لم تعالج عملية الخروقات وتوغل حزب الله واستفزاز إسرائيل، وبالتالي لم تذهب إلى تطبيق البنود الأخرى في يعني تنفيذ القرار 1680 في ترسيم الحدود اللبنانية المختلف عليها، واللي هي 13 نقطة، مما ساعد أكثر يعني الأمم المتحدة في عملية السكوت والمشاهدة، وبالتالي هذا دفع بالطرفين إلى إعادة العمل العسكري في المناطق الجنوبية، وهذا ما شاهدناه من أنفاق وتعزيز قوى، وهذا ليس حرس حدود وليس أبناء منطقة، هذه مناطق أعيد تركيزها يعني تجهيزها ترتيبها وفقا لعمليات مواجهة قادمة. إذن هذا القرار لم ينفذ وفقا لقوانين الأمم المتحدة. لذلك قلت نقطة مهمة، أن الخلاف ليس على القرار وإنما على الآليات التي يجب أن ينفذ به هذا القرار. الدولة اللبنانية إذا أخذت قرار فعلي هي باستطاعتها ضبط الحدود. شكرا جزيلا. من بيروت أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي. أهلا وسهلا. وكل اللي عم يشتغلوه على الفاضي يعني بيدمروا الحجر، بس بيدمروا الحجر، حجر والمدنيين اللي ما حدا خاصه بالحرب، يعني الأبرياء اللي عم تروح. يعني كل الحروب بس تصير في تفاوضات سياسية بيصعدوا عسكريا، هو نوع من الضغط لحتى يصير في اللي عم يقدم شروط ياخذ الشروط اللي بده اياها، لبكره بس يصير ينزل من الشروط ليوصل لوقف اطلاق نار. أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم بعد إطلاق قنبلتين ضوئيتين في حديقة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيصرية، وصفة الحادث بالخطير. كما أكدت الشرطة الإسرائيلية أن نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا في المنزل حين وقوع الحادث، فيما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن بعض المتظاهرين هم من ألقوا القنابل المضيئة على منزل نتنياهو في قيصرية. وعقب الحادثة اعتبر وزير الدفاع إسرائيل كاتس في منشور على منصة أكس أن ما حصل يعد تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، مضيفا أنه من غير المعقول أن يكون رئيس وزراء إسرائيل الذي تحاول إيران ووكلاؤها اغتياله عرضة لنفس التهديدات من الداخل، داعيا الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لهذا الأمر. وبدوره اعتبر وزير الأمن القومي إتمار بن كفير أن التحريض ضد نتنياهو يتجاوز كل الحدود والخطوط الحمراء، محذرا من أن القنبلة الضوئية قد يليها الذخيرة الحية. من القدس ينضم لنا فالح مراسل الحدث، فالح نصير. فالح أهلا بك معنا. أي معلومات جديدة حول الأشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية الذين أطلقوا القنابل الضوئية على منزل نتنياهو ليلة أمس؟ الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 لوجود شبهات بأنهم هم من قاموا بإطلاق القنبلتين الضوئيتين إلى منزل نتنياهو في مدينة قيصرية شمال
تل أبيب، لكن هناك حظر نشر من قبل الشرطة والرقابة العسكرية الإسرائيلية حول التداعيات وتفاصيل الحادثة. كذلك منع المتهمون الثلاثة حتى من لقاء المحامين. بطبيعة الحال جهاز الشباك الإسرائيلي انضم إلى التحقيقات ويشارك في عملية التحقيق وتتبع تفاصيل وتداعيات هذه العملية التي وصفها عدد من أساتذة الإسرائيليين بأنها بالحادثة الخطيرة. الشرطة الإسرائيلية من جانبها قالت أنها عثرت على بقايا قطعة سلاح استخدمت لإطلاق القنابل المضيئة تجاه منزل نتنياهو والتي لم تؤدي لوقوع أضرار، ولم يتواجد أصلا أي أحد من أفراد عائلة نتنياهو في داخل المنزل إبان إطلاق القنبلتين المضيئتين. لكن الحادثة وقعت بعيدة تظاهرة نظمتها عائلات الأسرى والمحتجزين في داخل قطاع غزة في مدينة قيصاريا بالقرب من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في بدء الأمر الشرطة الإسرائيلية أعلنت أن المتظاهرين استخدموا المفرقعات النارية سرعان ما تبين بأنه جرى إطلاق قنبلتين ضوئيتين إلى منزل نتنياهو من قبالة الساحل. هذه المدينة هي بالأصل ساحلية على شاطئ البحر وجرى العثور على السلاح المستخدم في توجيه القنبلتين. طيب. منزل نتنياهو من خلال المعلومات التي لديك، هل منزل نتنياهو خال من ساكنيه؟ كون أنه هذا ليس الاستهداف الأول، قبل أيام أيضا كان هناك استهداف إيراني وأيضا لم يصب أي من أفراد أو حاشية نتنياهو. حسب المعلومات المعلنة فإنه لا يوجد أي من أفراد العائلة في داخل المنزل، بمعنى أنهم لم يكونوا في نزهة وكانوا سيعودون إلى المنزل، بل إن رئيس الحكومة لديه أكثر من منزل في إسرائيل، أحد هذه المنازل في مدينة قيصاريا الساحلية. وإن كانت هذه لم تكن المرة الأولى وكانت ارتطمت مسيرة قبل فترة وجيزة بإحدى شرفات أو الجدران المنزل دون أن تلحق سوى أضرار بسيطة، لكن هناك تهويل كبير في إسرائيل سواء من أقطاب الحكومة الإسرائيلية وكذلك الداعمين لنتنياهو الذين وصفوا هذه الحالة بالخطيرة وإن كانت لم توقع أي أضرار. شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من القدس، مراسل الحدث فالح نصير فالح. تحدثت صحيفة فاينانشال تايمز عن أنباء حول عزم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إعادة استخدام ما يعرف بسياسة الضغوط القصوى لكبح قدرة إيران على تمويل وكلائها الإقليميين وتطوير الأسلحة النووية ولإجبارها على توقيع اتفاق نووي جديد وتغيير سياساتها الإقليمية. الصحيفة البريطانية التي أفادت بأن فريق ترامب يعمل حاليا على صياغة أوامر تنفيذية ضد طهران قد تصدر في اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض، وأوضحت أن تلك الأوامر تتضمن عقوبات جديدة على صادرات النفط الإيرانية. هذا ونقلت الفاينانشال تايمز عن خبير بالأمن القومي مطلع على خطة ترامب، نقلت عنه اعتقاده بأن شروط ترامب للتفاوض ستكون أكثر صعوبة مما يستعد الإيرانيون له. لوح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن فرصة الدبلوماسية بشأن الملف النووي باتت محدودة، وأن طهران ستتخذ تدابير في برنامجها النووي إذا قررت الوكالة الدولية للطاقة النووية اتخاذ قرارات ضد إيران. عملية مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بدأت خلال فترة حكومة رئيسي. هناك اهتمام من الدول الأوروبية لإجراء هذه المفاوضات، وإذا استؤنفت فإن الاتفاق النووي لن يحتفظ بخصائصه السابقة ويجب أن يخضع للتغييرات. فرصة الدبلوماسية بشأن الملف النووي باتت محدودة. بناء على أداء الإدارة الأمريكية سنقوم بتكييف سلوكنا تجاههم، ومن المبكر جدا تقديم تحليل شامل حول نهج إدارة ترامب في الوقت الحالي.
إذن بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. دقائق وتلتقيكم الزميلة ميس الحربي في نشرة جديدة، ونعود ألتقيكم بعد ساعة من الآن.